halt die Menschen haben halt da großen Nachholbedarf und die freuen sich halt da die ganze Zeit. Ganz besonders jetzt halt da in diesem Monat, dass die Corona-Auflagen halt lockerer geworden sind, dass sie wieder in der Moschee kommen können. Und die sind auch sehr emotional halt geladen. Also insofern, die Freude ist groß und in ein paar Tagen halt da ist Ramadan zu Ende. Dann haben wir ein großes Ramadan-Festgebet. Das ist der Parfum von Bako Rabanne. 1 Million. Extra für Leila al-Qadr? Extra für Leila al-Qadr heute, inshallah. في أعداد كبيرة في الخارج فعندنا خيارين الخيار الأول أنه نسكر الباب ونعتذر منهم يرجعوا إلى بيوتهم ولهم الأجر الخيار الثاني أنه نحاول نصلي على ظهور بعض وأنا أميل إلى الخيار الثاني يعني بدنا نحاول التزاحم والتراحم مهما كان لأنه أعداد الموجودة في الخارج كبيرة كبيرة جدا هو فقط في السجود يكون أمر صعب لكن في القيام والركوع يكون الأمور أسهل إن شاء الله فما رأيكم أنتم؟ مع الثاني ولا الأول؟ يلا توكل على الله عليك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الله أكبر
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سمع الله لمن حمده Salaam.